من السنة، ولا شك أن الإنسان لا ينسب إلى نفسه فيما ينقله عن الآخرين، لا ينسب إلى نفسه الكلام السيء. ولذلك قال عز وجل في ما يخص اللعان: وأن لعنة الله عليه، ولم يكن لعنة الله عليه. وكذلك في قصة هو على ملة عبد المطلب، فغير الراوي مع أن عبد المطلب قال أنا، لكن غيرها الراوي أنفة أن ينسب إلى نفسه هذا اللفظ، فقال هو على ملة عبد المطلب. لكن لو قال قائل ماذا يقال مما ورد في رواية عند مسلم: يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود، خلاف الرواية المشهورة يا ويله. وكذلك عند النسائي عن الجنازة: يا ويلي أين تذهبون بي. وفي الصحيحين قال الرواه عن ماعز: إني زنيت. فالجواب عن هذه الأحاديث وأمثالها هو عدم نسبة القبيح إلى النفس إلا إن كانت هناك مصلحة، من خوف لبس في الفهم، أو من أجل بيان خطر الفجور ونحو ذلك من المصالح، وإلا فالأصل ألا ينسب إلى نفسه القبيح.